ازيكم عاملين ايه؟ معاكم النهارده دكتور كريم حجازي، طبيب وجراح بيطري. زي ما دايما مرتبط في الاذهان ان الكلب يعني سعار، يعني مرض السعار، برضو القطط ما ننساهاش في الكلام ده، ان احنا لو تخربشنا من قطه شارع برضو هي نفس الفكره بتاعت الكلب بالظبط واروح الطعام. طيب زي ما الكلب مسمع كده بمرض السعار، في مرض منتشر جدا 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 وصعب شويه، تمام، اللي هو اسمه البارفو. مفيش حد ربى كلب او عارف حد ربى كلب ما يعرفش يعني ايه بارفو، يعني بيبقوا عارفين اسم البارفو ده اكتر من انواع الكلاب نفسها. البارفو هو فيروس بيعمل نزلة معوية، يعني التهاب معوي شديد، ترجيع واسهال، واسهال قد يصحبه دم. ده بالنسبة للكلب، وللأسف بيؤدي للوفاة. في خطورة كبيرة على بعض الانواع منه زي روتفايلرز مثلا. ده ما يمنعش ان فيش روتفايلر خف، لا بيخفوا منه عادي، بس طبعا اللي بيفرق فيه المرحلة العمرية وحالة الجسم الصحي، يعني من الاخر خاسس ضعيف بنيته قوية، هو ده اللي بيفرق. طيب ايه البارفو ده؟ البارفو ده بيجي من لعاب او حمام كلب مصاب وبيتنقل للكلاب التانية. خلينا نوضح بس حاجة عشان الناس كتير قوي بتبقى خايفة وبتسأل السؤال ده لما بيجي لي بكلب عيان او يجي مع صاحبه او حاجة في العيادة وهما بيعلقوا محاليل للكلب. يا دكتور هو ده بيتنقل لي؟ لان طبعا الموضوع صعب جدا، بيشوف مناظر ترجيع ودم واسهال وكده فبيتخض. لا، البارفو ما بيتنقلش خالص للبني ادمين نهائي، بس انا بغسل ايدي بماء وصابون عادي اللي هو النظافه العاديه، لكن هو ما بيتنقلش للانسان خالص خالص. هو بيخف عادي، ولكن طبعا نسبه الوفيه عاليه شويه زي ما اتفقنا في الحيوانات بناء على الحاله الصحيه اللي بيجي عليها الكلب. طبعا وده حمايته ازاي؟ حمايته ان انا اطعمه. طيب انا احمي نفسي مهمه جدا، لان في ناس بتجيب جراوي وفرحانه بيها في الاول، فتبدا بقى تروح تخرج بيها في كل حته، تنزل تمشي في الشارع. ده اكبر غلط، لانه لسه ما خلصش جدول التطعيمات بتاعه. جدول التطعيمات بتاعه الدكتور بتاعك هيقول لك، دكتور البيطري يعني، هيقول لك على جدول التطعيمات بتاعه، وهيقول لك انت دلوقتي تقدر تنزله الشارع. خلاص انا اديته كل حاجه وحصنته ضد كل حاجه عشان ينزل. ما تنزلش الحيوان بتاعك ابدا ابدا الا لما الدكتور يقول لك كده. طيب في ناس تجي لها بارفو والكلاب لسه مش متطعمه طبعا، فجالها البارفو وهي قاعده في البيت. جالها البارفو وهي قاعده في البيت ازاي؟ يا دكتور ده والله ما نزل، والله ما نزل. لا، هو بيبقى ما نزلش، كلامك صح، ولكن بيبقى اندايركت كونتاكت. يعني ايه اندايركت كونتاكت؟ انا برضو زي ما اتكلمنا قبل كده على موضوع الشوز، الجزمه. انا مثلا نزلت اتمشيت في الشارع، ممكن يكون جه كلب عنده بارفو من الشارع او من اي حد تاني، وانا دوست في السائل اللي هو اللعاب او الاسهال او حاجه من ما انا مش شايف طبعا، ودوست فيه ودخلت البيت. الكلب بتاعي الصغير الجميل ده لسه بيحب يعضعض في الجزم في الاول، وبالتالي لو انا مش قافل على الجزم بتاعتي، ده اسمه اندايركت كونتاكت، تعرض غير مباشر، ان انا تعرضت للفيروس بعدم وجود الكائن اللي نقله لي اصلا، اتعرضت للسائل او البادي فلويدز، سوائل الجسم الموجود، وبالتالي ده بيحصل معانا. هو احتماله قليل بس بيحصل بنسبة كبيرة، وبالتالي احنا كده ممكن يجي لنا بارفو. يبقى انا دلوقتي الكلب بتاعي البارفو لا يخرج خالص ولا يختلط بكلاب تانية بتخرج، لان انا ممكن يبقى مثلا واحد مربي كلب كبير عنده مثلا 3-4 سنين ومطعمه بقى زي الفل، وعندي كلب تاني انا جبت عليه كلب يسليه، بنشوفها كتير جدا. طب جبت عليه كلب يسليه ده، ما هو ده لسه ما اتطعمش. يقول لي ما انا مقعده في البيت، تمام. اقول له تمام. يقول لي ما التاني بقى انا بنزله كل يوم يخرج. طب ما هو الكلب التاني ده اللي بينزل يخرج بيتمشى في الشارع ويدوس في حاجات وطين وحاجات في الشارع ممكن يكون فيها بارفو. هو مش هيبان عليه لان هو فاكسينيتد وبالنسبه لي تمام، ولكن لما يجي يختلط بالكلب التاني ويلعبوا سوا والكلب التاني يقعد يلحس في ايديه ويلعب معاه، نقل له اللي على جلده وبالتالي هو عرضه للبارفو. فلاقي ده عيه وده معيش، يبقى الراجل يقول لي يا دكتور هو جاله منين؟ انا مش عارف جاله منين ايه، ما انت بتنزل التاني وما بترجعش تنظفه. طب لما ارجع انظفه، ارجع انظفه ازاي؟ في وايبس للكلاب قتله للفيروسات بنجيبها من اي بيت شوب وبنظف بيها ايديه ورجليه واي مكان قاعد على الارض. لو طين نفسه قوي يعني من الجنينه ممكن اخش احميه، وبالتالي ما ينفعش اخلط ده على ده، لان واحد خرج كان التاني خرج بالظبط. فلازم نفهم ابعاد ما يخرجش دي المقصود بيها، ما يخرجش وما يتعرضش لاي سوائل او اي كلاب تانية تنقله
إصابة، دي نقطة مهمة جدا. والمهم في الموضوع ده كله طبعا ان اهم حاجة ان هو ما بيتنقلش للإنسان خالص، ما فيش اي مشاكل فيه، ما بيتنقلناش خالص، بس يفضل طبعا عشان روح حرام بالنسبة للكلبة بالنسبة للكلب يعني في خصوص البرف وبالتحديد، ان انا ما انزلوش الشارع قبل ما الدكتور بتاعي يقول لي، والتزم بالتطعيمات بتاعتي. في بعض الناس ما وقفتش على ان ناس بتربي كلاب وقطط فقط، زي ما قلنا في طيور تمام. في نوع تاني طبعا انا ضد اشكال الحيوانات البريه عامه، يعني ان انا اجيب سنيك تعبان او اجيب سبايدر، الحاجات الاكزوتكس دي انا ضدها، لان ده مش مكانها البيت. لان انت ما زي برضو المفروض ناس بتربي سلاحف، ده اكتر شوية. فكرة السلاحف دايما بتجن عمرها قصير ودايما بتموت ما لم يحدث خلاف ذلك، لو حد يعني متمكن انه يحاول يحاكي الظروف البيئية، وده بيبقى صعب جدا مهما عملنا. فالسلاحف بنسبة كبيرة هي ما بتنقلناش حاجة عامة، امان. ولكن السلاحف ما ينفعش ابدا ان انا اربيها في البيت، لان ده ضد قانون الحياه البريه، وما ينفعش ابدا ان انا اخليها عندي، لان مهما سواء هي الترسه او سواء الترتل العاديه الصحراويه، انا مهما اتشقلبت علشان اعمل ظروف بيئيه شبه بتاعتها مش هعرف برضه، وبالتالي ده يبقى حرام لينا، حرام علينا، علشان ما ينفعش اربيها في البيت. اتمنى اكون النهارده كنت موفق ان انا اوصل لكم جزء بسيط من المعلومات، ونكون عرفنا في الاخر ان احنا ازاي اعرف. اهم حاجة اركز على النقط دي كلها، ان انا قبل ما اجيب حيوان اليف اكون اتعاملت معاها، سألت فيها، سألت بالتفصيل. انا في ناس بتجيلي ساعتها تقول لي يا دكتور انا عايز اعرف معلومات ومعوش حيوان، فده شيء كويس، رجل محترم ان هو بيسأل الاول ايه اللي المفروض يتعمل، ايه الواجبات اللي عليا، ايه الامراض اللي ممكن تجيلي قبل ما يبدأ يجيب الحيوان. فياريت طبعا كلنا نستفيد من ده، وياريت ننفذ ده قبل ما نجيب الحيوان الأليف في البيت، عشان أحمي الحيوان إن ما سربوش زي ما اتفقنا، وعلشان برضو أحمي أهل بيتي إن ما يجيلهمش أي أمراض لا قدر الله. بس كده، ده كل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ربنا يحفظكم جميعا من أي حاجة وحشة.